السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل المتابعين، وأهلا وسهلا بالأول مرة يشوف القناة وهيشترك فيها بإذن الله تعالى، قناة بكل سهولة وبساطة. ما تنسوش تدوسوا على الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله أنا عازمة نفسي عند والدتي، فهنعمل أكل كده بسيط. طبعا النهاردة يعتبر كده كده يوم خامس يوم رمضان تقريبا. كل سنة وأنتم طيبين. فكل واحدة، أنا وإخواتي، كل واحدة فينا بتعزم نفسها مرة عند والدتي، على أساس ما نسيبهاش لوحدها. هي بقى طبعا جوزتنا كلنا وقاعدة لوحدها، فلازم كل يوم حد منا يقعد معاها في رمضان يفطر معاها. فانا النهارده جايه عشان اعزم نفسي عندها بقى. طبعا هي قامت بالواجب بقى معايا وادتني فلوس، وهنعمل اكل بسيط كده. انا من هواة الاكل البسيط، مش بحب اعقد الدنيا واعمل ارص سفره كبيره ولا حاجه. هي اكله بسيطه بنحبها، او كل البيوت المصريه بتحبها، الفراخ المحمره والملوخيه الخضراء. طبعا كلنا بنحبها، نعملها بطريقه حلوه وبسيطه جدا بتوابل والدتي وكل حاجات والدتي في قلب بيتها بطريقتها هي، لانها ليها برضو حاجه معينه متعوده عليها انها بتعملها بالطريقه دي. اعملي لي زي ما انا بحبها. وطبعا احنا بنحب ندي الناس الكبار، ربنا يبارك في عمرهم يا رب، ربنا يخلي والدتي يا رب يديها طول العمر، وكل امهات المسلمين. طبعا انا مجهزه الفراخ زي ما شفتوها، غسلها كويس ونقعها في خل. ودلوقتي وطبعا ضروري ننقع الفراخ في الحل، عشان ده بيطير منها ريحه الزفاره، وكمان بصراحه بيخلي الانسجه بتاعتها دايبه وحلوه، ما تشدش وانت بتاكليها وتستوي بسرعه. فطبعا عندنا الميه بتغلي، احط عليها بقى البهارات بتاعت والدتي بقى. طبعا هي حاطه على عامله برطمان كده في كل البهارات، مثلا عندنا الشطه دي، وعندنا دي فلفل اسمر وكمون وكزبره، كلهم خلطهم على بعض. وطبعا انا بحب احط معلقه سكر على الفراخ وهي بتتسلق، وكمان معلقه ملح. دي فراخ بيضه مش فراخ بلدي، فالسكر هيبقى حلو معاها، والملح مش هيخليها تتهري، هيخليها ماسكه نفسها، والفرخه كده يبقى شكلها حلو وانت بتقدميها. احطهم دلوقتي الميه المغليه اهي، والفراخ بقى احطها دلوقتي طبعا مغسوله زي ما قلت، منقوعة في خل. طبعا الفرخة بتتقطع طبعا على عدد افراد الاسرة، ولو حد قال لي الشوربة كده هتطلع غامقة، انا الشوربة دي كده كده مش مهم عندي انها تطلع فاتحة، انا مش هقدمها لوحديها. ده انا هعمل عليها ملوخية، فانا محتاجة كتر البهارات فيها بتبقى حلوة يعني. وكمان هي بتحب البصل في الفراخ المحمره، بتحب تاكله جنبيه وهو متحمر بعد ما بيطلع من الشوربه، ونحطه يتحمر زي ما هنشوف سوا ان شاء الله. بتحب تاكله جنب الفرخه وهي محمره وناشفه كده. وطبعا الكبده والقنصه كله هيتحط فيه، والجناح الاجنحه، كله بيدي طعم حلو للشوربه في الاخر. حتى ما تيجي تعملي عليها شويه الملوخيه بتديكي طعم حلو. طبعا انا مش عامله، مش زي ما انتم شايفين، مش معومه الحله شوربه، او عامله في حله كبيره، او لا، عاملاها على قد شويه كده عشان خاطر لما اجي اعمل عليها الملوخيه تبقى الشوربه مركزه وتبقى طعمها معسل وحلو. وانا كمان هبقى اسيب لكم لينك طبعا الملوخيه بالتفصيل الممل، الملوخيه الخضراء ناجحه مليون مليون الميه. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. دلوقتي بقى انا هغطيها عشان تستوي، ونرجع ونشوف عملنا ايه فيها تاني. ودلوقتي ادي الفرخه اهي بعد ما استوت، زي ما انتم شايفين هي كده استوت تمام اهي. فقبل ما بقى تتهري زياده فانا اشيلها. عايزه اقول لكم ان خدت وقت قليل قوي في التسويه، طبعا خدت غلوه، رحت مغطيه عليها. طبعا وبعد ما استوت انا ضفت لها ملح تاني، عشان الملح اللي انا كنت احطاه الاول ده مش التحليه بتاعها، ده بس كده عشان خاطر ما تتهرينيش. فظبطت الملح بتاعها، ودلوقتي بطلعها طبعا عشان احطها في الصينيه عشان ادخلها الفرن. انا ماما بتحب بتنشفها في الفرن قوي، بتحبها ناشفه في الفرن. دلوقتي طبعا انا حطيت الفرخه كلها في الصينيه عشان احمرها. طبعا وانا بقول انها تنشف في الفرن، قصدي انها تاخد اللون الذهبي الحلو، ما تبقاش فيها شوربه ولا اي سوائل. انا والدتي بتحبها كده، وفي نفس الوقت الفرخه بتكون طبعا مسلوقه وطريه من جوه.
فدلوقتي هي بتحبها طبعا بالتوابل مرشوشة عليها كده من فوق، لان التوابل دي بتديها ريحة حلوة قوي، هي الكمون والكزبرة والفلفل الاسمر والشطة، مجموعة التوابل دي مع بعض كده. دي حاجات الناس عارفينها من زمان، الناس القدام عارفينها، ودي بتدينا احلى طعم للفرخه. وطبعا البصل اللي كنت سلقاه معاها، بصل قورمه صغير كده برضو بتحب تاكله جنبيه، والاجنحه، كل حاجه في الفرخه بتديها طعم، والكبده والقونس حتى حطيتها في الصينيه اهي، بس مش عرضها للشعلة عشان ما تتحرقش مني، بحط عليها البهارات وبغطيها كده مثلا بحتة صدر كده. وطبعا الشطة ما ننساهاش اهي بالشكل ده. كده بقى ادخلها في الفرن ونشوف بقى خدت قد ايه برضو في الفرن، وحطيتها فوق ولا تحت بعد ما تتحمر ان شاء الله. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبارك في كل الامهات مسلمين ومسيحيين، وكل الامهات يا رب العالمين. الشوربه بتاعت الملوخيه بتغلي زي ما احنا شايفينها اهي، طبعا مليانه بهارات جامد من عشان دي مكان اللحمه، مكان الفرخه اللي عملتها. قوطت شويه كده وسط بقى الملوخيه اللي انا خرطاها. طبعا بالنسبه للملوخيه عشان تعمليها مظبوطه وتبقى حريفه، وكل اللي ياكلها من ايدك يحلف بملوخيتك واحلى ملوخيه دقها من ايدك. بالنسبه لاخواتي وبناتي المبتدئات، طبعا انا طبعا عامله الملوخيه دي خطوه بخطوه. هبقى اسيب لكم طبعا اللينك بتاعها طبعا في صندوق الوصف باذن الله، هتطلع احلى ملوخيه من ايدك ان شاء الله، وانت كده صغيره لسه مبتدئه وبتعملي احلى ملوخيه باذن الله. طبعا محدش يقول انها مرغيه ولا حاجه، ده من التقليب فيها، عشان انا طبعا خرجتها وركنتها شويه، فانا بقلب كده بترغي، لكن دي مش معناها انها فاشله يعني. دلوقتي طبعا هي الملوخيه ما بتاخدش حاجه على النار، الشوربه مغليه جامد. هنقلها واعمل الطشه بتاعتها. طبعا انا حطيت نص الثوم على ني على الشوربه وهي بتغلي. النص الثاني بقى احط في حته سمنه كده، معلقه سمنه، واحمره او اديله بس دوبك ياخد ريحته تطلع، ما تحرقهوش. وكمان الثوم ده عليه معلقه كزبره، الكزبره بتبقى حلوه قوي مع الثوم، بتعمل معادله حلوه قوي عشان الناس اللي بتشتكي من الانتفاخات وكده، وكمان بتدي طعم جميل جدا للملوخيه. يبقى كده الثومه هي تاخد ريحه، تطلع ريحتها بس كده ما تحرقهاش، ونحطها بس على الملوخيه. طبعا حابه تكتري الثوم عن كده تكتري، بس انا عامله يعني فيديو جميل خاص بالملوخيه الخضراء، هيعجبكم قوي. زي ما احنا شايفين اهو، ادي الطشه بسم الله، مش لازم تشهي يا جماعه، قولوا بسم الله على الحاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله. طبعا دلوقتي الاكل جاهز على الاكل على الفطار اهو، الملوخيه زي ما احنا شايفين جميله جدا، وطبعا في عصير عشان الفطار، وطبعا البلح ده اللي هو الناشف بتاع رمضان، بس انا بحب ابله كده عشان دي اللي عايز ياكل البلحتين، ثلاث بلحات خمس بلحات سنه يعني، بتبقى حلوه قوي. والبلح ده برده ليه استخدامات تانية ان شاء الله نستعملها في حلويات، خليكم معايا وتابعوني وان شاء الله تشوفوا مني كل خير ان شاء الله. وطبعا الفراخ زي ما انتم شايفين خدت لون حلو قوي في الفرن اهي، ما شاء الله اهي. وطبعا الاكله دي احلى حاجه جنبي، احنا بصراحه شبعنا من الرز، فاحلى حاجه جنبيها العيش البلدي بقى بتاعنا المصري ده، احلى حاجه. وطبعا السلطه دي بطريقه مامتي، بتحب تحط فيها كل حاجه، بتحب تحط الخيار والقوطه والجزر والكزبره والبقدونس والجرجير، كل الخضروات بتحب تحطها في طبق السلطه، بتحب تغنيه كده بكل قيمه غذائيه كويسه. بكده انتهى الفيديو، بتمنى ينول اعجابكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوه في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.